التي يحكمها الشعب المصري للرئيس كيم إيل سونغ وموقفه المتضامن مع نضال شعبنا الحاثث إلى بناء دولة اشتراكية قوية. الرئيس كيم إيل سونغ مؤسس حزب العمل الكوري وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجيش الشعبي الكوري، وكان وطنيا نثر مسيره، كرس حياته من أجل الوطن والشعب. كان الرئيس كيم إيل سونغ عسكريا فولاذيا، قاد في عهده الحربين ضد أقوى الإمبرياليتين العالميتين وهي اليابانية والأمريكية إلا الانتصار ليدافع عن سيادته واستقلال البلد. وكان سياسيا عظيما معترفا عالميا، حول جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى دولة اشتراكية تتميز بالاستقلالية بالقرار السياسي والاقتصاد والدفاع الوطني، كما كان أبا حنونا بذل كل ما لديه من أجل سعادة الشعب. لقد كان دائما يؤيد ويدعم معنويا وماديا قضية النضال التحربي الوطني للشعوب العالم التقدمية لتحقيق الاستقلال وبناء المجتمع الجديد في مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، وساهم مساهمة جبارة في تحقيق قضية الاستقلاليات العالمية. فلا يمكننا أن نفكر في تاريخ كوريا الحديثة بمعزل عن الرئيس كيم إيل سونغ. جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تحظى اليوم بقيادة الرئيس كيم جونغ أون المحترم رئيس شؤون الدولة، تحقق تحت قيادته التقييم الكافة والنقود بكافة المجالات بقوة التلاحم بقلب واحد وقدرة تعزيز الذات والعلم والتكنولوجيا، ذلك في وسط الحصار الإمبريالي السياسي والاقتصادي والعسكري الذي لا مثيل له، وتبذل جهودا مسؤولة لحماية السلم والأمن لمنطقة شبه الجزيرة الكورية والعالم. للرئيس كيم إيل سونغ دور كبير في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين كوريا ومصر. أولى حرصاً واهتماماً بالغاً في تطوير علاقات الصداقة مع مصر، وقدم تأييداً ودعماً مطلقين لنضال الشعب المصري لدفاع سيادة البلد وبناء المجتمع الجديد لينشأ العلاقات الثنائية تكون على أساس التعاون المتبادل في أوقات الشدة. فإنه من الموقف الثالث والإرادة الدائمة لحكومة جمهوريتنا أن تطور وتعزز علاقات الصداقة والتعاون مع مصر حكومة وشعبا لما يتفق مع متطلبات العصر الجديد والمصالح المشتركة والمثل العليا المتمثلة في الاستقلالية والسلام والصداقة. فإننا سنقف دائما ومثل ما كنا عليه في الماضي إلى جانب الشعب المصري في نضاله من أجل الدفاع عن سيادة البلد والأمن الوطني والتنمية الاقتصادية وإحلال السلام العادل في المنطقة، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم. أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن ثقتنا بالتأييد والتضامن الحكومة المصرية والشعب المصري لنضال شعبنا الراهي إلى بناء دولة اشتراكية قوية، والمزيد من مساهمتكم في تعزيز التعاون بين شعبينا الصديقين. نحن قطرو 존경하는 아우들 파타우 알시시 대통령과 그와 격려하는 김정은 동지 건강을 축원하며, 또 그리고 이 자리에 참석한 일주일 친근한 분들이 건강과 가정의 행복을 바랍니다. 감사합니다. 오히려는 اسمح لي أن أتمنى موفر الصحة والعافية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم وفخامة الرئيس كيم جونغ أون المحترم، والصحة والسعادة لجميع الأصدقاء المصريين.